رغم بدء العد التنازلي لموعد انطلاق فعاليات النجف عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2012، إلا أن نزيف الانسحابات الفردية والجماعية لم يتوقف من لجان المشروع، وآخر المنسحبين كان رئيس مجلس المحافظة ورئيس اللجنة الإدارية للمشروع الشيخ فائد الشمري، الذي أرجع أسباب قراره إلى المعوقات والتعقيدات الموضوعة بوجه المشروع وفشل جهود تذليلها وكثرة التغييرات، مستغربا من قرار إعفائه من قبل وزير الثقافة رغم أنه تقدم باستقالته مرتين. وضعنا احنا الخطة الواضحة بسنة 2007، كل ما تجي أمة تغير هذه الخطة فضيعت معالم الخطة الرئيسية للنجف عاصمة الثقافة، وحاولت الوزارة أن تدخل ببرامج معينة تثير حفيظة كثير من الموجودين في محافظة النجف الأشرف، إضافة إلى الإرباك الإداري والإرباك المالي اللي صار في مشروع النجف عاصمة الثقافة 2012. ما يستغرب له أن السيد الوزير صحى في هذه اللحظة الأخيرة فصدر أمر إداري بالإعفاء، في حين إحنا مقدمين قبل 5 أشهر استقالة ومرفوعة للسيد الوزير فلم يقبلها، وقدمنا استقالة ثانية في 5/9 إلى السيد الوزير فلم يقبلها. هذا الانسحاب عقبه انسحاب آخر لعضو مجلس محافظة النجف عن دولة القانون أزهار الطريحي، تلاه إعلان النائب الأول لمحافظ النجف عن كتلة الأحرار ورئيس اللجنة الإعلامية في مشروع عاصمة الثقافة رزاق شريف انسحابه أيضا، كما أعلنت كتلة الأحرار في مجلس محافظة النجف انسحابها من رئاسات اللجان كافة بسبب ما وصفته محاولة الحكومة المركزية للاستحواذ على المشروع. الحكومة المركزية عندما اقترب جن الثمار أرادت أن تكون هي صاحبة الإنجاز مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، وتدخلت سلبا بتغيير كثير من الأسماء. كتلة المواطن في مجلس محافظة النجف التي انسحبت مطلع العام من جميع لجان المشروع احتجاجا على ما قالت إنها شبهات فساد فيه، وصفت الانسحابات الأخيرة بأنها جاءت متأخرة. هذه الاستقالات ربما جاءت متأخرة في هذا المجال، يعني كان من الممكن أنه أما تصحيح المسار وأما الانسحاب من اليوم الأول. مصادر برلمانية أبلغت الحرة أن بعض الانسحابات لا تعبر عن موقف بقدر كونها استباق لقرار حكومي كان سيصدر بإعفاء بعض القائمين على مشروع النجف عاصمة الثقافة. ولعل أول علامات تبني الحكومة المركزية لإدارة مشروع النجف عاصمة الثقافة الزيارة التي قام بها اليوم إلى النجف الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية محمد الحاج محمود، وتفقد خلالها مشاريع النجف عاصمة الثقافة، والتقى المسؤولين في المحافظة لتدارس ما يمكن أن تقدمه وزارته للمشروع. وزارة الخارجية ستساهم بكل ما عندها من إمكانيات لإنجاح هذه السنة. تحدثنا مع السيد الوكيل بما يتعلق بموضوع المراسم وأيضا الخدمات الدبلوماسية الأخرى اللي يجب تقديمها. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.